التجاري الإسلامي pour les commerçants de partout. Ce sont des comptes, les comptes هادو يوفروها بالنسبة لإفريقيا فهناك مشروعين حاليا مشروعين هو مع ثلاث بنوك أخرى عمومية وهي البنك الوطني الجزائري بنك التنمية الفلاحية وعندنا بنك الخارجي الجزائري لتأسيس بنكين في السنغال وفي موريتانيا. هاد السياسة هادية وهاد المشروعين هادو راح يسمحوا للمؤسسات الجزائرية باش يرفعوا نسبة التعامل مع الدول هادو وراح يسهل التبادل الاقتصادي بين الجزائر وهذه الدول والدول المجاورة.